السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم الأسبوعي جاليات، والذي نتطرق فيه اليوم إلى أزمة سكان الضواحي من بعد ما حدث من مجريات في باريس بعد مقتل الشاب نائل المرزوقي. إذن سكان الضواحي أزمة لا تمس فرنسا وحدها في أوروبا، بل إنها موجودة حيثما وصل مهاجر إلى دولة غربية، ذلك أنها تمثل الطرق التي استخدمتها الحكومات في التعامل مع هذا المكون البشري على نحو لا يتحول مع الزمن إلى أزمة يصعب التعامل معها. قضية وفاة الشاب نائل في فرنسا وقبله كثيرون تفتح ملف أزمة الضواحي، وكيف باتت نقمة على حكومات استهترت ربما في تقديرها لخطورة الظاهرة. نسأل في برنامج جاليات لهذا الأسبوع عن أسباب نشأة هذه الأزمة وكيف السبيل لحلها. هل أخطأت الحكومات التقدير في التعامل معها؟ وكيف يمكن القضاء عليها؟ وهل يكفي الاندماج للقضاء على النظرة التمييزية ضد هذه المناطق وسكانها؟ لمناقشة كل هذه المحاور أسعد باستضافة كل من السيد حامد العربي المحمودي الأكاديمي والمحلل السياسي من باريس، ومن برلين السيد الدكتور حسين طرابلسي ممثل دراسات الهجرة والاندماج في ألمانيا. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد حامد العربي المحمودي من باريس. فرنسا ليست المرة الأولى التي تنتفض فيها الضواحي و تشكل تهديدا للسلم الأهلي هناك، وأيضا تشكل أزمة للحكومات. برأيك أين يكمن الخطر والخطأ في تقدير الحكومات؟ أين هو الخطأ؟ هل في بدء فصل المهاجرين في بنية تكوينية وبشرية وسكانية عن المدن، أم أن الأمر يتعلق بالرؤية التي تخصص لهم على أنهم ليسوا من السكان الأصليين للبلد؟ اهلا وسهلا استاذتي الكريمه وبضيوفك الاعزاء. اولا دعيني انا وانت نعود الى فهم لب هذه القضيه، وهو التساؤل من هو الفرنسي في نظر القانون، ثم من هو الفرنسي اخلاقيا، ثم من هو الفرنسي في منظور الثقافه العامه الموجوده حاليا التي تستقى للاسف الشديد من الاعلام ومن أفواه بعض المتعصبين. إذا فهمنا ودرجنا إلى إعطاء تفسير بسيط دقيق لمن هو الفرنسي، هو ذلك المواطن سواء كان مواطنا بأهلية أو ناضجا أو كان مواطنا فوق 18 فهو فرنسي باللغة، فرنسي بالوجود، فرنسي باللسان، فرنسي بما استقاه من ثقافة سواء ثقافة المحيط ثم ثقافة المدرسة، لأن نتاج الأحداث هذه أو هؤلاء هم وفعلهم كذلك هو نتاج المدرسة الفرنسية التي تأتت حسب القوانين التي أسست لتفهيم الناس أن المعضلة أو الفكرة في فرنسا هي أصلا إلغاء الدين والانتماء الفكري والثقافي فقط من دون أي عود للإثنية أو للتفرقة بين الناس. ولكن في الخطاب الرسمي، في الخطاب التلفزي أو الإعلامي، هناك فرق شاسع بين هذا الادعاء الذي يقبل بالآخر المختلف الذي يشاركنا محيط عام، هذا المختلف الذي يقبل في ورقيا ومن منظور القانون، ولكنه يختلف في جزئية بسيطة وهي التي تحيده عن القبول فيما بعد. إذن الانعزال ليس هنا معطى أو ليس هو عنوان المجموع العام هذه هؤلاء الفرنسيين الذين ينحدرون من إفريقيا، ثم بالعود كذلك إلى فهم أن فرنسا بلد مرجعيته هجرة، ولأن فرنسا بلد هجرة هناك هجرات أوروبية وهناك هجرات إفريقية، فمن هو الفرنسي في المدلول الحقيقي، وما هي الفرنسي في منظور الإعلام وفي منظور بعض المثقفين المتطرفين؟ لكن عبر التاريخ
نعم سيد نعم. محمود، لكن عبر التاريخ يعني في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي جرى وضع هؤلاء المهاجرين من شمال إفريقيا ومن غرب إفريقيا، جرى وضعهم في مناطق بعيدة عن المدن وتكييفهم ضمن هذه المناطق. بعد فترة كان هناك يعني تجلى الخطر وتجلى البين بين هذه سكان أولئك تلك المناطق وبين سكان المدن. إلى أي حد ترى أن الحكومات الفرنسية حاليا تعي هذه الأزمة وتسارع لحلها فكفكت إذا صح التعبير التفجير الذي يظهر في كل مرة كما ظهر في حادثة نائل وأيضا قبل سنوات في كليشي سوبوا حينما جرى قتل المهاجرين هناك في 2005؟ هذه نتيجة المسير الفرنسي الذي الإشكال، هناك إشكال كثيرة ومتعددة. المسير الفرنسي أو الخطاب الفرنسي يرفض، الخطاب الرسمي الحقيقي الرسمي يرفض الانعزال ويرفض هذه الكنتونات ويرفض التفرقة على أساس الاختلاف، ولكن في واقع الحال هناك تفرقة على أساس الاختلاف، وهذا الاختلاف بسيط جدا وهو اختلاف ديني فقط، ما على مستوى الثقافة، ما على مستوى اللغة، ما على مستوى الحوار اليومي البيني، فإذا هذه ثقافة فرنسية خالصة ولا ينبغي أن نتهم بها الآخرين أو نتهم بها دول المنشأ. فهناك فرنسيون ذو أصول أوروبية وهناك فرنسيون ذو أصول إفريقية، كما قلت سابقا فرنسا دولة هجرة. إذن من هو الفرنسي؟ ثم هذا الذي أدى إلى هذه النتيجة هو خطأ المسير الفرنسي الذي جعل هذه الكنتونات وحيد هؤلاء الفرنسيين. أنا أقول أن هؤلاء الذين يسيرون في البطحاء الفرنسية والذين يتحدثون اللغة الفرنسية والذين منشأهم المدرسة الفرنسية والثقافة الفرنسية، هؤلاء فرنسيون ولا ينبغي أن نتحدث عن أصولهم، لأن القانون في فرنسا واضح يعطي الحق لكل الفرنسيين الموجودين في فرنسا الذين لديهم وثائق ولديهم بيانات هوية فرنسية خالصة. فينبغي أن نتحدث عن 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 أصولهم وعن منشأ، بل نتحدث عن المنشأ وعن الثقافة التي أنشأت هؤلاء الذين وضعوا في هذه الأحياء، وضعهم المسير الفرنسي الإداري الفرنسي، وهذه أخطاؤه يجب أن يتحمل وزرها ويجب أن يتحمل تبعاتها. اليوم الحلقة اليوم لماذا هؤلاء في هذه الكنتونات يحاورون بهذه الطريقة ولماذا ينساقون وراء العنف؟ هذه نتيجة لفعل أساسي وهو فعل خطأ التسيير. وهذا التسيير ربما تحاول دول أوروبية أخرى أن تتفاداه وأن لا يكون لها مصير مثل هذه الاشتباكات وهذه التظاهرات كما هو الحال في فرنسا. في ألمانيا دكتور حسن طرابلسي، يقول الباحثون إن وضع اللاجئين في ضواحي المدن لا يساعد على الاندماج، وترى الحكومات تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من أجل أن يكون الاندماج منذ البداية، أن لا تمر عقود حتى لا تتأصل الأزمة في المجتمع الألماني. كيف يبدو ذلك في واقع ألمانيا؟ أولا مرحبا وشكرا بك على الاستضافة، وأحييك وأحيي ضيفك من فرنسا. الأمر يختلف نسبيا فعلا كما ذكرتي عن فرنسا. فرنسا هناك يعني مجموعة من التراكمات القديمة التي تتجلى بين الفينة والأخرى. 2005 رأيناها كيف كانت عنيفة الحكومات الفرنسية المتعاقبة، لم تعالج الأمر بجدية، ووصلنا إلى 2023. ألمانيا تختلف نسبيا كثيرا عن هذه الوضعية، ولعلي إذا أحلت إلى بعض المسائل المهمة التي أريد أن بعض النقاط الأهم المهمة التي أريد أن أجيب بها عن سؤالك حتى تتوضح لنا الصورة أكثر ونتبين أين الخطر 100% وأين إمكانية الاندماج وسهولة الاندماج. مثلا يوم الأحد الماضي كان حوار مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وسئل تقريبا نفس سؤال وقيل له ما هل تتوقع أن الذي حصل في فرنسا يمكن أن يحصل في ألمانيا؟ أجاب المستشار الألماني قال
لا أحسب، لا أعتقد ذلك، ولا وهذا غير ممكن باعتبار أن الحكومة الألمانية قامت على بالتوالي، وخاصة في السنتين الأخيرتين يعني أثناء مهنة كورونا ثم بعد ذلك مع الحرب على أوكرانيا، بضخ الاقتصاد الألماني الداخلي والعائلات أيضا بحزمة دعم وصلت 200 مليار يورو. ومن بين من استفاد من هؤلاء هم الشباب والطلبة. مثلا الطلبة كان لهم لكل طالب تحصل على 200 يورو إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الأخرى التي لا يتسع الآن المجال لذكرها. إذن هناك الحكومة تحاول من هذا المستوى. المستوى الثاني لكن هذا مستوى الحكومة ووجهة نظر الحكومة، لكن دعينا ننظر إلى وجهة نظر شخصية أخرى اللي هي مهمة جدا، وكان في حوار له يوم الاثنين الماضي يعني قبل يومين سئل رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا تقريبا نفس السؤال، وقيل له هل تتصور أن الذي حدث في ألمانيا في فرنسا يمكن يحدث في فرنسا في ألمانيا؟ قال يعتبر أن الأعمال الاحتجاجية كما شاهدناها في فرنسا لا يمكن الآن أن تكون في ألمانيا، ولكن يقول هناك بعض الضواحي، بعض الضواحي المحدودة يمكن أن يحدث فيها، التي عاشت في السنوات أو في الفترات الأخيرة على الهامش يمكن أن يحدث فيها ولكن بشكل محدود. هذا مستوى ثاني. وبالتالي الوضع في ألمانيا عموما الحكومة الألمانية وأيضا حتى طبيعة المهاجر الموجود في ألمانيا واندماجه داخل المؤسسات الألمانية يعتبر إيجابي جدا، مع أنه لاحظنا في السنوات الأخيرة هناك بعض التضعضع في هذا المستوى، ولكن عموما يعني الوضع لا يمكن أن يكون على الأقل في السنوات القادمة بنفس الطريقة التي نشهدها في فرنسا. ولكن هناك يعني مثلا رسالة أخرى وجهت قبل يومين أيضا إلى المستشار الألماني، ووجهتها يعني منظمة الشباب، وهي تضم مجموعة من المنظمات الكبرى في ألمانيا يسموها يوغند بوند، يعني المنظمات الشبابية، واختاروا لرسالتهم عنوانا مهما. قالوا للمستشار الألماني ولنائب الرئيس الألماني هابيك ولوزير المالية لينا الذين يشكلون التحالف الحاكم، قالوا لهم عنوان الرسالة كان أوروشبار بوليتيك كوستت أونس دي تسوكونفت، بمعنى أنه سياستكم للتقشف يعني تكلفنا مستقبلنا أو تهدد مستقبلنا. لماذا يوجه الشباب هذه الرسالة؟ لأنهم يقولون أن سعي الحكومة الآن خاصة في ميزانية 2024 الذي أقرت أنها ستكون حوالي 476 مليار يورو هي انخفضت عنها في السنوات الماضية، وبالتالي الحكومة الألمانية تحرص على أن تقتصد بعض الشيء الآن، لكن هذا الاقتصاد سيكون معناها نذير خطر بالنسبة لهؤلاء الشباب، باعتبار أن سيتم إهمال المجالات الحيوية الكبرى، مثلا عمليات الرقمنة، عمليات مقاومة الفقر، عمليات بناء البنية التحتية التي بدأت تهترئ في ألمانيا وغيرها. وبالتالي إذا لو نأخذ هذه المواقف الثلاثة ونصل معها إلى خلاصة أساسية يعني تعطينا صورة حقيقية عن الوضع في ألمانيا، لوجدنا أن الوضع في ألمانيا الآن يختلف بشكل واضح عنه في فرنسا، وبالتالي ما لا نعتقد يعني سواء كمتابع للوضع السياسي والاجتماعي والمدني في ألمانيا، لا نعتقد أنه في السنوات القادمة ستكون هناك حالات، حتى وإن حصلت حالات فإنها ستكون حالات محدودة ومعزولة، وقد شاهدنا ذلك في 2000 في رأس السنة الماضية يعني رأس السنة 2024 لاحظنا بعض أعمال الشغب في بعض المدن في برلين هامبورغ بون، ولكنها لم تتوسع ولم تصل إلى ما وصلت إليه الأوضاع في فرنسا. وبالتالي أقول أن ألمانيا الآن لا يمكن أن تقارن
بفرنسا، ولكن لأن عملية الاندماج نسبيا أفضل، ولأن الحكومة الألمانية تحرص على أن لا نصل إلى طبيعة لبونليو كما نشهدها في فرنسا، والتي هي في البعض منها، أقول البعض لا أقول كلها، البعض منها أشبه بالجيتو اللي يسكن فيه مجموعة من الأجانب المنعزلين عن العالم. وربما من الأرقام الواردة من فرنسا ما يبرر هذا الفرق بين فرنسا وألمانيا. راديو فرنسا سيد المحمودي يذكر بالبيانات أن عدد الضواحي في فرنسا يقدر ب 1500 حي، يعيش فيها نحو 5 ملايين شخص، أي ما يقارب 17% من سكان البلاد، يعانون من 40% من البطالة شبانها هناك، ونسبة الفقر تبلغ 40%، فيما هي 16% في باقي أنحاء البلاد. كل هذه المعطيات إلى أي حد ساهمت الحكومة في عدم رؤيتها المدروسة لهذه الضواحي عبر عقود مضت إلى أن تصل إلى هذه النتيجة وتحمل تبعاتها بالنهاية؟ هو أساسا المشكل ليس هنا. فرنسا في حد ذاتها دولة اجتماعية، دولة تراعي في بنائها الاجتماعي أو تراعي الطبقات الاجتماعية سواء البسيطة أو البطالة، أو تراعيها مراعاة كبيرة جدا، وتستنزف الخزينة أموال طائلة لتغطية هذا الإشكال أو هذه النقطة الضعيفة في الاقتصاد الفرنسي. مشكلة فرنسا هي في الخطاب السياسي المتعالي وكذلك الخطاب الإعلامي والسياسي المتعالي، وخاصة من بعض السياسيين، حيث أن الخطاب يوجه إلى الفرنسيين، إلى صنفين من الفرنسيين، وهم الفرنسيين ذو أصول أوروبية والفرنسيون ذو أصول إفريقية وعربية. إذن هذا هو الإشكال وهذه الحساسية الموجودة لدى هذه، كما قلت، هذه الجدوات وهذه الأحياء اللصيقة بباريس، التي ربما الإحصاءات ربما تكون لا تلمسها أو لا تغطيها 100%، ولكن هناك هؤلاء أو هؤلاء الفرنسيين، أنا لا أقول أجانب ولا أدعي أنهم فرنسيون 100%، ولكنهم فرنسيون وفق الوثائق ووفق الأوراق ووفق القانون المؤسس لفرنسا، هؤلاء فرنسيون. إذن من هذا ننطلق، من هذا المنطلق هناك خطاب يحيز أو هناك يميز بين فرنسا، وأنا أعود وأقول أن فرنسا دولة هجرة، لأن 90% من المجتمع الفرنسي ذا أصول أوروبية، ثم في الدرجة الأولى الثانية ذا أصول أفريقية وعربية. لا نطرح الموضوع الآن، ولكننا نطرح قضية تفكير هؤلاء، ولماذا انساقوا إلى العنف، ولماذا ينساقون إلى العنف. إذن هناك خطاب رسمي وإعلامي ومن بعض الساسة متعال على جزء كبير من المجتمع. هل يتعلق الأمر فقط بالخطاب السياسي الذي يوظف في المواعيد الانتخابية سيد المحمودي؟ إذا ما ربطنا ذلك بإحصائيات ذكرها استطلاع ستاتيكا عام 2017، يقول أن 80% من الفرنسيين يعتقدون أن الضواحي مناطق خطرة. هل هي فعلا هذا انعكاسها لدى الفرنسيين؟ ولماذا هي خطرة؟ لماذا رد الفعل هذا المتشنج ورد الفعل هذا الذي يذهب إلى العنف؟ لأن هناك خطاب تمييز وهناك خطاب في الواقع، في الأوراق حينما تدرسين الواقع في فرنسا، هناك قانون وهناك أساسيات لحفظ الواجبات والحقوق والمساعدة الاجتماعية والرعاية النفسية والطبية ولكل الفرنسيين، تشمل كل هؤلاء. ولكن في واقع الأمر الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي، الناس هنا، أنا أتحدث مع كثير من الناس، يريدون خطابا عودة شخصية فرانسوا ميتيران وشراك، وهذا الخطاب الهادئ، هذا الخطاب الجامع لكل الفرنسيين بكل أصولهم، سواء فرنسيون من أصول أوروبية أو فرنسيون من أصول إفريقية. لكن هل ينفع هذا الخطاب سيد المحمودي؟ هل هذا الخطاب ينفع طالما أن أولئك السكان معزولون ومفصولون عن سكان المدينة؟ نعم، لأن هذا كله يتشكل سلسلة، تتشكل أطرافها من بعض، لأن هؤلاء حينما يدافعون عن فرنسا، حينما يدعوهم الجيش
لحمل العلم الفرنسي والدفاع عن فرنسا فهم فرنسيون، وحينما يرفعون أعلامها في الرياضة فهم فرنسيون، وحينما يشاركون في المحافل الدولية فهم فرنسيون ويحملون العلم الفرنسي ويدافعون عليه. وربما هم من يجعلون فرنسا تربح المباريات الكبرى والمناسبات الكبرى. أيضا سؤالي إليك سيد المحمودي، الشعور المتضخم من أن سكان الضواحي هم سكان خطيرين، يعني تتأصل فيه عناصر أخرى من إرهاب، مخدرات، انحراف، تدني مستوى تعليمي، إلى أي حد هذا موجود فعلا داخل الضواحي؟ من يتحمل مسؤوليته؟ هل هم فعلا يتوارثون هذه النظرة الخاصة بهم من أجدادهم؟ لا، هذه الظاهرة موجودة في كل المجتمع. خلينا نكون منطقيين وعقلانيين أكثر، أن ندرس هذه القضية بكل عقلانية وبكل شفافية، بعيدا على أننا عرب وبعيدا على أننا فرنسيون من أصول عربية. موجود في أمريكا، موجود في بريطانيا، موجود في ألمانيا، موجود في حينما تكون هناك أحياء كبيرة ومكتظة سكانيا ومستوى الخدمة فيها متدني على مراكز البلدة، أكيد ستظهر فيها هذه المظاهر وسينعدم فيها القانون وسيذهب إلى نذهب إلى السرقة وإلى النشل وإلى الاغتصاب وإلى تدوير المخدرات، هذا طبيعي جدا في المجتمعات. ولكن من يراعي هذا ومن يحفظ الأمن العام وبأي طريقة؟ هي الدولة، هي السلطة الحاكمة بأدواتها، الشرطة والدرك وأعوانها المستتبين. إذن هذه الدولة الآن في فرنسا تمايز، هناك أنا لا أقول كلها وإنما جزء منها يمايز بين الفرنسيين، وهذا ما يقوله هؤلاء الفرنسيون. أنا استمعت إلى أحد الفرنسيين من أصول، لا أريد أن أبحث عن الأصول، ولكنه فرنسي أكثر من 60 عام يعيش في هذا البلد وأولاده كذلك، قال لي أنا لا أستطيع أن أتحكم في أولادي لأنهم نتاج المدرسة الفرنسية، حينما أدعو ابنتي أو ابني سيقول لي أن هذا حقي، ليس من حقك أن تدخل في حياتي، هذا نتاج المدرسة، هذا نتاج المدرسة الفرنسية. إذن الإشكال كله في ما تفكر فيه فرنسا الرسمية وما تدفعه للناس من قوانين تطبقها على أرض الواقع. إذن ليس المشكل في الأحياء الفرنسية. ثم نعود إلى تصريح وزير الداخلية الفرنسي دارمان، موسى دارمانيا، في البرلمان قال أن هناك 90% من الذين احتجوا ومن الذين اعتقلوا، 90% من 4000 معتقل هم فرنسيون من أصول ولم يتحدث عن الأصول. إذن أرى أن هناك الخطاب عاد نقطة لكي يدفع عن نفسه أنه هو الذي سوق لهذه التفرقة بين الفرنسيين، بين الفرنسيين حسب أصولهم. أنا لا أريد منطقيا وعقلانيا أن نتحدث عن الأصول، وإنما الأحداث هذه قام بها فرنسيون احتجاجا عن مشكل قام به شرطي. لكن الأمر كان حاضر، الأصول كانت حاضرة ورأيناها في رفع العلم الجزائري، في رفع الشعارات، في الحديث، يعني حتى أن الجالية الجزائرية في سويسرا في بروكسل امتد وانتشرت إليها هذه التظاهرات. الأمر حاضر حتى وإن أردنا أن نتعامل مع الأمر بواقعية وبعقلانية أكثر. سأعود إليك سيد المحمودي. سيد طرابلسي، في ألمانيا ما حدث رأس السنة 2023 من أعمال شغب، وإن كانت محدودة وإن كان الأمر لا يجري إسقاطه بمقتل شاب في هذا العمر على، يعني وإن كانت مخالفته حاضرة ولكن لا تكون عقوبته إلى درجة القتل، هل ألمانيا اليوم مخبوءه فيها ازمه الضواحي ام انها تتدارك الامر من خلال الابتعاد عن حصر، اذا صح تعبير، اللاجئين في احياء بعيده عن المدن؟ المشكل موجود نسبيا كما ذكرت في مداخلتي الاولى، وهو ما تؤكده كل يعني الجهات، ان هناك في بعض الاماكن نعرفها في المانيا، في برلين، في بعض الاماكن الاخرى، يعني نعرف أن بعض الأماكن، إذا أردنا أن نقول أماكن ساخنة، موجود بعض الأماكن لكنها لم تتوسع بعد، وأتمنى أنها لا تتوسع في المستقبل. والحكومة الألمانية تنهج ليس على الطريقة الفرنسية، أنه طريقة الجيتو أو طريقة عزل السكان خاصة من أصل أجنبي في أماكن معينة، هذا إلا في بعض الأماكن، وهي سياسة يعني لن نرى تأثيراتها اليوم وإنما في المستقبل، إذا كان
إذا تواجدت هذه السياسة. ولكن الإيجابي في ألمانيا أين هو؟ أن هناك نسبة من الرفاهية بين الظفرين التي تمنع الشباب، تمنع بعض وجود بعض هذه الحالات، مع ضرورة التأكيد. يعني عندما نتحدث عن الرفاه فأنا لا نريد أن نبالغ كثيرا، لأن الإحصائيات الحديثة التي أخرجها المكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني تقول أن عدد المهددين بالفقر في ألمانيا يصل الآن إلى 17.3 مليون ساكن، وهي نسبة مرتفعة لأنها تصل إلى 20 إلى خمس السكان، يعني حوالي 20% من سكان ألمانيا الذي يبلغ عددهم 81 مليون نسمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ألمانيا، وعلش أنا عندما أتحدث عن ألمانيا أقول المستقبل، إذا لم نبدأ من الآن سنصل إلى بعض النتائج كما في فرنسا، لكن الآن لا، أما في المستقبل ألمانيا، وهذا ما أشارته حتى بعض تقارير الأمم المتحدة، أنه في ألمانيا نسبة نجاح الطفل أو التلميذ مرتبطة تقريبا بنسبة 100% بالمستوى العلمي لوالديه، أو وكذلك المستوى الوضع المادي والاقتصادي لوالديه. فلدرجة أنه يعني إذا أردت أن أبالغ عندما أسأل طفل يمكن أن أقول له ماذا يشتغل أبوك أو أمك، أقول لك ماذا ستكون في المستقبل. بالتالي وهذه إذا كان الأب أستاذ جامعي، إذا كان الأب طبيب، إذا كان الأب مهندس، فإمكانية نجاح هذا الطفل في ألمانيا يعني تصل إلى 80-90%. إذا كان الأب يستغل في مواد الأعمال الهامشية بدون أن نقلل من أي شغل ومن قيمة أي شغل، وإنما نتحدث الآن من الناحية الاقتصادية البحتة، لو نظرنا إلى ذلك لا نجد أن الأطفال الأبناء الذين يشتغلون في الأماكن في الأشغال الهامشية هم مهددون أكثر من غيرهم بالفشل الدراسي. وهذا أثبتته الدراسة التي صدرت 2019 عن بيرتلسمان شتيفتونغ، لتقول أن أغلب هؤلاء للأسف الشديد ينتمون إلى عائلات مهاجرة. وأيضا يزيد على ذلك ربما سيد طرابلسي أن يكون أولئك يعني يسهل تصنيفهم من حيث المدارس التي يتواجدون فيها، يعني الخارطة السكانية هي تسهل أن يكون هذا التصنيف. إلى أي حد اليوم يمكن للحكومات أن تعي هذا الأمر، أم أن هناك إمعان أو إرادة في أن يكون هناك هذا التصنيف لاستبعاد السكان الأصليين عن المهاجرين؟ هذه السؤال موجه لي أم للأستاذ؟ لك دكتور طرابلسي. شكرا. يعني هي هنا لابد أن تكون هناك فزاعة خطر حقيقة حتى توجه إلى كل السياسيين. وأنا قرأت يعني حقا أمس واليوم مع المدة الأخيرة، يعني لما حصلت الأحداث في فرنسا قرأت مواقف زعماء الأحزاب خاصة الألمانية للخضر الجرين والإس بي دي الإف دي بي ومجمل الأحزاب، ورأيت أن أغلب الأحزاب تتحدث على أنه لابد أن نعي بهذه المسألة من الآن، وهذا إيجابي، أتمنى أن يتحول ذلك في سياسات. ولماذا أنا استحضرت معي رسالة الشباب يعني الذي وجهت إلى السيد المستشار الألماني، والتي قلت عنوانها بعنوان مهم: سياستكم التقشف تهدد مستقبلنا. لأن الشباب هو الذي سوف يتم تهديد مستقبله الآن، ونعرف أن أغلبية الشباب، نسبة كبيرة من الشباب، تجر الإحصائيات. مثلا أعطيك مثال في مدينة ميونخ، مثلا نسبة الشباب أقل من 18 سنة تصل إلى بين 60-70% من أصل أجنبي. لو رأيناها كلها على مستوى يعني على مستوى ألمانيا، سنجد أن نسبة الشباب بصفة عامة لهؤلاء الشباب من أصل أجنبي. وبالتالي الخطر كما ذكرت وأكده حتى أيضا رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا، وأكدوها أيضا الشباب أنفسهم في رسائلهم التي تضم عديد من الجمعيات، أن الآن الوضع يمكن السيطرة عليه إذا بين ظفرين، ولكن المستقبل إذا لم نتفطن الآن إلى المستقبل وإلى معالجة القضايا الآن، والتحديات المطروحة علينا الآن، ووصول بألمانيا إلى أنها تصبح
فعلا دولة هجرة كما هو الحال في فرنسا. احنا الآن أصبحنا فعلا عمليا دولة هجرة يعني في العشرين سنة الأخيرة، لأن ألمانيا هي أكثر دولة تستقبل المهاجرين. في السابق كانت فرنسا وغيرها، فرنسا يعني عمق الهجرة في أوروبا. نعم، يعود الى سنوات طويله الامد، وبالتالي لا نقارنها يعني في بعض المستويات بالمانيا. ولكن ايضا في المانيا الان اصبحنا نتحدث عن هجره عمرها اكثر من 60 سنه، ونتحدث عن الهجره المعاصره، لان نتحدث عن المهاجرين والاسلام وغيره وغيره، وهذه مسائل اخرى يطول الحديث فيها. ولكن نتحدث عن موجات الهجره التي بدات بعد الحرب العالميه الثانيه، والتي انطلقت اساسا بالاتفاقيه التي ابرمتها الحكومه الالمانيه مع تركيا، ثم مع تونس، ثم مع المغرب، وايضا مع الجزائر تقريبا بدرجة أقل، لكن وهي اتفاقيات أبرمت في أوائل الستينيات 1960 أو 61 مع تركيا، في تونس 64، ومع المغرب كذلك. ثم توسعت دائرة الهجرة لنصل في الثمانينات إلى أن يصبح لنا جيل أول وجيل ثاني. الأصل فيه طبقا للعلوم الاجتماعية وطبقا للبحوث العلمية التي تدرس مجال الهجرة، تقول أن المهاجر في الجيل منذ الجيل الثالث لا يصبح أن نتحدث عن مواطن له أصل أجنبي. لا يمكن نتحدث عن مواطن له أصل أجنبي. هذا يتم تطبيقه تقريبا على كل المهاجرين إلا على المسلمين. للأسف الشديد هذه في ألمانيا، وأعتقد حتى في فرنسا نفس الشيء. لذلك نتحدث عن الفلان الفلاني من أصل أجنبي. وكانت أكبر صدمة صارت في ألمانيا في سنة 2016-17 و18 خاصة، عندما التقى اللاعب الرياضي الكبير مسعود أوزيل مع الرئيس التركي. عندها قالوا كيف يعني لاعب ألمانيا الشهير يلتقي مع الرئيس التركي الديكتاتور إلى آخره إلى آخره، طبقا للمواصفات الألمانية الجاهزة، وأدت إلى فصله من الفريق الألماني بعد ذلك. وأيضا ما يشتكي منه الكثير من حتى في مجال الكرة، كرة القدم، أن عندما يكون لاعب جيد يصبح لاعب ألماني، وفي اليوم الذي لا يلعب فيه بشكل جيد يصبح ذاك اللاعب من أصل أجنبي. بالضبط. إذن الإشكالية، أقول أن هناك إشكالية حية، ولكنها الآن نستطيع السيطرة عليها. والإيجابي كما ذكرت في مداخلتي أني في قراءتي ومتابعتي لمواقف السياسيين في ألمانيا، رأيت أن أغلبهم يشير إلى هذه الإشكالية الحقيقية. نعم، سأعود إليك، سأعود إليك دكتور طرابلسي. سيد المحمودي، على مدار 30 سنة، ثلاثة عقود، راهنت فرنسا وعملت حكومتها على تحسين هذه الضواحي وهذه الأحياء، لكن إذا ما ربطنا ذلك بوجود اعتقاد يتحدث عنه محللون في فرنسا، هناك اعتقاد لدى السكان الأصليين برفض اللاجئين مهما بلغت بهم عقود الوجود داخل فرنسا، إلى أي حد يمكن أن يتماشى ذلك أو يؤثر على أن تكون هناك نظرة نمطية للمهاجرين وحصرهم وحبسهم في هذه النظرة، وبالتالي أن تكون لهم ردود الفعل هذه التي رأيناها في الأيام الماضية في فرنسا؟ هناك مشكلة كبيرة جدا حتى في هذه الأحداث التي واكبت وفاة المرحوم نائل. هناك خطاب حتى في نتحدث الآن، أتحدث عن جهة من جهة المتظاهرين، هناك خطاب يقول أن لا توجد لا عدالة لا يوجد أمن، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، ربما كان في قبلا في الصدور وفي النوايا، والآن تحول إلى خطاب في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر خطير جدا على لم المجتمعي وعلى التماسك الاجتماعي وعلى وحدة اللحمة الفرنسية بكل باختلاف أطيافها، لأن ما يجمع الفرنسيين أكثر مما يفرقهم، يجمعهم يتشاركون في أشياء كثيرة جدا، من بينها الثقافة ومن بينها اللغة واللسان والمكان والزمان، والاختلاف الوحيد هو الاختلاف العقدي والاختلاف الديني لفئة الفرنسيين من أصول أجنبية أو من أصول إفريقية. إذن الخطر ليس في الحدث في ذاته، وإنما في تزاحم الأحداث وكذلك الخطاب المستفز الذي نشأ عن الإعلام، هذا الذي سيؤدي إلى خطر مستقبلي ربما يمكن أن يراه الناس بسيطا، ولكنه في عمقه مشكل خطير جدا
يجب أن يذهب لا إلى المشاركة ولا إلى المساعدة الاجتماعية ولكن إلى الاستماع، أن تستمع المؤسسة الرسمية الفرنسية لهذه الفئة الكبيرة والكبيرة جدا الموجودة في الأحياء كما قلت بين ظفرين الكانتونات، يجب أن يستمعوا إليهم ويجب أن يهتموا بهم نفسيا ونفسيا واجتماعيا أكثر من أي وقت مضى، لأن المشكل مطروح جدا ومطروح بعمق في مسار الحياة اليومية للفرنسيين. طيب على مدار السنوات الماضية ونحن نرى جيل رابع من المهاجرين في فرنسا، ما الذي كان يمنع الحكومات من أن تجعل هذه الأجيال كلها مندمجة في البنية السكانية لفرنسا؟ بات واضحا جدا أن التهميش تعاني من هذه الضواحي، يعني تظهر في شعاراتهم، تظهر في حياتهم اليومية، يعني حتى التعليم حينما نضعهم في نفس المجتمع الذي جاءوا منه فنحن نفصلهم بطريقة غير مباشرة. في فرنسا ربما هي دولة منظمة جدا ومنظمة جدا وتطعم عجلة النظام، هذا التنظيم تطعم بآليات وبقوانين آنية، قوانين تصدر من المجالس المختصة، من مثلا من الرئاسة إلى المجلس الشعبي إلى السيناتور، مجلس السيناتورات، مجلس الأمة، ثم تسقط مباشرة على المجتمع. هناك هذه الآلية المتسارعة التي تدرس وتحيل القانون ليطبق آليا. هنا وقع إشكال بين سقوط هذه القوانين وتحييلها وبين هذه الفئة الكبيرة المتزايدة في هذه المجتمعات الموجودة على ضفة المجتمع، أنا لا أقول المجتمع المفيد لأن هذه المجتمعات أصولها مفيدة جدا للمجتمع الفرنسي، وهي التي تعمل في مؤسسة البناء، وهي التي تعمل في المطارات وفي الإنشاءات، وفي إذا أضرب هؤلاء لمجرد ليوم واحد ستتوقف فرنسية كليا. آباء هؤلاء الشباب الذين إذا أضربوا ليوم واحد فقط إذا توحدوا كليا. إذن هذا الإشكال يجب أن يدرس بما يدرس، لأنه القوانين موجودة وتنشئة القوانين اليومية تحيينها موجود في النظام الفرنسي، وهو نظام قوي جدا ومتسارع. لكن الإشكال هنا ظهرت لدينا مشكلة، ومشكلة عميقة جدا لا يمكن أن ندرسها بالمشاركة أو ندرسها بتحيين هذه القوانين، وإنما بالاستماع إلى مشاكلها، لأن هذه كذلك مشاكل مستحدثة. هؤلاء أقول فرنسيون وموجودون في بقعة فرنسية ويتعاطون الثقافة والإعلام اليومي الفرنسي ويستهلكون خطاب الكراهية وخطاب الخطاب المتعالي، خطاب الإعلام وخطاب بعض الرسميين. هذا الذي يسيء وهذا الذي يثير حالة من الذهول ومن الصدمة لدى هذه الفئة الكبيرة من المجتمع الفرنسي. طيب، أنا هنا يجب أن أتحدث عن مجتمع فرنسي واحد. نعم، لكن كيف يمكننا أن نقرب هذه الصورة؟ كيف يمكننا أن نضعها أمام كل فرد في المؤسسة الأمنية في فرنسا من أجل أن نتفادى ما حدث هذا الأسبوع، ما حدث قبل سنوات ماضية؟ يعني ما قالته أم نائل في النهاية منطقي ومعقول جدا، أنه حينما رأى شخص يبدو عليه أنه من أصول عربية أطلق الرصاص مباشرة عليه، والحديث الإعلامي من أنه لو كان شخص آخر بمميزات أخرى لما تجرأ على هذا الأمر، ولكانت الأمور سارت في إطار تحقيق نظامي جدا وعادي جدا. كيف يمكن أن يصل هذا الخطاب من أن أولئك هم باتوا فرنسيين لهم كل الحقوق المدنية التي يتمتعون بها حتى وإن كانوا مخالفين للقانون؟ هناك ضوابط أخرى يجري التعامل بها بغض النظر عن تكون هناك سياسات تمييزية مات بها الكثيرون ولم يجري تسليط الضوء عليهم إعلاميا. نعم، لقد قلت سابقا أن هناك خطاب متعالي وخطاب بعض الفئة السياسية. تصريح الرئيس الفرنسي لحظة وقوع الحادث قال ينبغي يعيدنا إلى الخطاب في العالم الثالث، ينبغي أن العدالة منطقيا في كل البلاد، في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في حتى في إفريقيا، منطقيا يجب أن نذهب إلى العدالة سواء كانت حسنة أو سيئة. الخطاب الواجب أو اللازم والتهدئة العامة
وأن نثني أن نقول أو أن نصرح أو أن نثني الشرطة على أنها تلتزم بالقانون، أن أنها لا تعتمد على الصورة وعلى الشكل وعلى اللون، بل تلتزم بالقانون الفرنسي. لكنها لا تبدو كذلك سيد محمودي، لا تبدو كذلك، وإلا لما تكررت مثل هذه الأحداث. دكتور طرابلسي، وصول اليمين الذي هو معادي للمهاجرين في كل أنحاء أوروبا حيثما كان، إلى أي حد يمكنه أن يستفيد أو يستثمر قضية الضواحي، حتى وإن كان هذا الأمر يقض أمن البلدان التي توجد فيها هذه الأزمة؟ هذا سؤال مهم جدا، لكن إذا تسمحي أنا أريد أن أعلق بجملة واحدة تقريبا على سؤالك المهم السابق، أيضا على الجانب الأمني، لأنه أنا حقيقة عندما تابعت الأخبار يعني أو تابعها أساسا من الصحافة والتلفزيون الألماني بصفة عامة ومن بعض القنوات العربية الأخرى وغيرها، لكن عندما رأيت وبلغني أن الشرطي في فرنسا مدة تدريبه أسبوع فقط، وبعد أسبوع يسلمونه مسدسا أو سلاحا ويطلقونه في الشارع، بقيت يعني مستغربا، فتحت يعني قلت ما عجيب. في ألمانيا نسبة يعني أو مدة تدريب الشرطي تصل إلى بين سنتين إلى سنتين ونصف، ويتدرب فيها ليس فقط على حمل السلاح، وإنما يتعلم فيها القوانين، كيف يتعامل مع الأزمات، كيف يتفاعل مع الوضع ككل. ورغم ذلك ورغم ذلك تحدث أحداث أحيانا يعني لا نستطيع أن نفسرها. سنة 2009 في محكمة في أحد المحاكم، وأثناء المحكمة هاجم أحد المعتدين أحد المتطرفين على، وبذلك أدخل مباشرة في الإجابة عن سؤالك، أحد المتطرفين هاجم على إحدى السيدات المظلومة التي كانت في تلك المحكمة، والقضية لها لصالحها، ولكنها كانت ترتدي حجابا، فعندما هاجم عليها ليقتلها، ولست أعلم كيف استطاع أن يدخل بالسكين معه إلى المحكمة، إلى قاعة المحكمة، وعندما علمت الشرطة في الخارج ودخلت إلى قاعة المحكمة حيث إجراءات المحكمة، من الذي تم ضربه بالرصاص؟ تم ضرب الفتاة المظلومة تلك، يعني هناك صورة نمطية من أنها هي التي تخالف القانون. أحسنتي، مروة الشربيني اللي هي كانت يعني صيدلانية في تلك الفترة، واعتدى عليها هذا اليميني المتطرف، ولكن عندما دخلت الشرطة ورأوا هذا اليميني المتطرف الجميل، يعني لم يكن يعرف أن هذا اليميني الذي شعره يعني أشقر ليس، لا يمكن أن يكون هو المتطرف، إذن المعتدي، فالمعتدية لابد أن تكون هذه المحتجبة، وضرب الرصاص وقتلها، وبعد ذلك تبين أنها ليست هي المتهمة، وإنما المتهم والمجرم الحقيقي هو ذلك الأشقر. وهذا يقودنا فعلا إلى سؤالك المهم، أي صعود اليمين المتطرف الآن يغذي هذه الأزمات. وأنا حقيقة أيضا عندما تأتيني بعض الأخبار من فرنسا، حقيقة أتعجب عندما أمس فقط قرأت خبر، وهو أنه إريك زامور قام بتأسيس مجموعة معه، أو يعني حملة تبرعات الشرطي القاتل النائل، نعم الشرطي القاتل، ووصلت إلى مئات الآلاف، الحملة التي جمعها لعائلة هذا الشرطي القاتل. يعني أخبار مثل هذه تصدم حقيقة عندما يسمعها الشاب في ليبونليوم تاع باريس، أو في ليبونليوم تاع أي مدينة كبرى في فرنسا، أو حتى في ألمانيا، فإنها يعني تثير كثيرا من الغضب، كثيرا من الحنق الذي يجعلنا نبحث، خاصة أن اليمين المتطرف كما قلت أنه خاصة في ألمانيا، حتى يعني نركز هنا، منذ في ألمانيا منذ يعني دخول الجالية للاجئين السوريين في 2015 حتى 2016 بأعداد كبيرة، وصلت حوالي 1 مليون لاجئ في مدة قصيرة، يعني أصبح اليمين المتطرف يتحدث على أن يقولوا هم إسلاميزيرونغ دوتشلاند، معناها يعني أسلمت ألمانيا، وهي كلام فارغ لا معنى له، لأنه جزء من هؤلاء الذين أتوا من سوريا، يعني البعض منهم يعني صحيح ينتمي إلى المسلمين، البعض منهم مسيحي، البعض منهم يعني لم يذهب في حياته إلى المسجد إلى آخره، ولكن ليس هذا الإشكال الأساسي، وإنما هذا التهديد الذي وجد له أذانا صاغية داخل المجتمع، واستطاع أن يهدد وأن يزرع
تزرع حالة الخوف داخل المجتمع الألماني، وهو نفس الذي تقوم به يعني اليمين، يقوم به اليمين المتطرف في إيطاليا. جورجيا ميلوني الآن تهدد أوروبا كاملة بقضية المهاجرين الذين يأتون من الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وبرغم أن فيهم أفارقة وغيرهم، ولكنها تهدد أيضا بإمكانية أسلمة أوروبا ودورها، نعرف دورها الأخير في 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 حث الاتحاد الأوروبي على إجراء اتفاقية مع تونس. أيضا مارك روتي في 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 فرنسا، وزير الداخلية الفرنسي عندما ذهب إلى أمريكا وصرح بتصريحه العجيب والغريب الذي كان خارج عن كل سياق السني، نعم كل السنة. ذلك يعني في افتعال ملفات تستهدف المهاجرين دكتور ترابلس، تفضل. حالة الغضب، نعم، واستفزاز المهاجرين. لعلي أختم معك سيد المحمودي، وبلادك الجزائر تحتفل اليوم بالذكرى 61 من الاستقلال. موجات المهاجرين ربما من بلدان تقوم فيها حروب غير مستقرة، لكن ربما الهجرة من بلد مستقر وبلد انتزع استقلاله أمام مرأى العالم وكان أسطورة العالم، أن لا يكون بلدا آمنا ربما أو قبلة لأبنائه، كيف ترى استقلال بلادك في ذكراها 61؟ ربما نسأل الواقع، هل الجزائر فعلا دولة مستقلة، وهل هي تعمل وفق هذا المنظور؟ هل السياسي الجزائري أو المسؤول الجزائري الآن، على كل حال كل عام والجزائر بخير، وكل عام والجزائريون بخير، وكل عام والأمة بخير، لكن الواقع يقول غير ذلك تماما. الواقع في الحياة اليومية يقول هناك اضطهاد، وهناك فقر، وهناك عدم وجود نظام، وعدم تحيين قوانين مسيرة للشأن العام، للشأن اليومي العام. الجزائر بعيدة جدا، الجزائر ممكن هي تحبو في منهج الاستقلال، ولكنها بعيدة جدا عن الاستقلال للأسف الشديد. ولكنه ربما لن يضر بصورة الناصعة في تاريخ الجزائر ذلك الاستقلال الذي يتغنى به كل محبي الحرية. نحن لا نناقش الاستقلال، أكيد. نناقش الحرية، أكيد. لكن نناقش الواقع غير الحال تماما، وواقع الجزائريين غير الحال تماما. أكيد، لعله يصير إلى أحسن الأحوال. سيد حامد العربي المحمودي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك لمشاركتنا هذا النقاش. الشكر موصول لك دكتور حسن طرابلسي، ممثل دراسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، كنت معنا من برلين. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدين على متابعتكم هذه الحلقة من جاليات، وحتى نكون معكم في دائرة أخرى من اهتمام الجاليات، دمتم بخير، إلى اللقاء.